تحية لهيئة الدفاع الممثلين ديالها الأخ إدريس وعلي والأستاذ طارق السباعي. وقبل ما ندخلوا في الكلمة ديالنا، أولا أشير بأن الإخوان 9 المعتقلين هم في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة الفارق، وهذا جانب اللي هو أساسي واللي نبغي نركز عليه هذه الناس. من ناحية واحدة أخرى أشير إلى أننا من داخل الجمعية الوطنية للوكالة التنسيقية الدولية للتعاون نعلن عن إنشاء لجنة لدعم المعتقل أو إنشاء لجنة لدعم مثل هذه الملفات، واللي كنتشرفوا التفاعل الجيد من طرف الإخوان في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفي المنظمة المغربية وفي مجموعة من الهيئات الداعمة لهذه الملفات، وإن شاء الله تعالى نمشيو بهذا الأمور للأمام. في حديث عن المشروع ديال الفلوسي، هو حديث عن قضية وطنية، وقضية وطنية بكل امتياز. اليوم كنشهدوا بأن المشكل الحقيقي والمشكل الكبير اللي عندنا في الدولة واللي دائما كنلقاو يعاني منه الكل، هو مسألة ديال التشغيل، مسألة ديال البطالة، مسألة ديال العيش الكريم ديال المواطن. مع الأسف الشديد جبت هذا الكلام هذا باش ندوز مباشرة للحديث على المشروع وعلى الإطار العام اللي تطرح فيه المشروع. مشروع إفلوسي تطرح في إطار برنامج حكومي للتشغيل الذاتي ديال الشباب، وهذه نقطة أساسية جدا. وكانت وليد واحد الاتفاقية ثلاثية، مع الأسف اليوم غادي نوصفوها بالمشكومة، لأن هذه الاتفاقية كان الرئيس ديالها وزير التشغيل جمال الغنمي الاتحادي، المناضل الاتحادي اللي مع الأسف اليوم هو مشرف على هذا المشروع هذا، كان توقع كما قلت في الاتفاقية الثلاثية من وزير التشغيل جمال الغنمي، من حفيظ كمال المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والبنك الكبير ديالنا في المغرب التجاري والفرنك. وهذه من طبيعة الحال دائما تنقول بأنها في إطار ديال التشغيل الذاتي للشباب، وفي الإطار ديال الحد من البطالة. إذا هذا هو الإطار. والشركة الراعية للمشروع من طبيعة الحال كطرف ثالث، أو المنفذة للمشروع كطرف ثالث، اللي هي شركة كويك مالي. والوجه الخاص ديال هذه الشركة هو رحال سلامي المقرر من القصر الملكي، تريتور رحال سلامي. هذا هو اللي مع الأسف، وكنقولها لهم بكل صراحة، أنه قام بتسويق هذا المشروع بقرابته من القصر الملكي. إذن أقول بأن هذا المشروع جاء في إطار هذه الاتفاقية الثلاثية المشؤومة اللي أعطت هذا المشروع هذا. هذا المشروع هذا كان الهدف دياله إنشاء وكالات متعددة الخدمات. هذه الوكالات المتعددة الخدمات اللي كانت كتسعى أنها تدير خدمات متوازنة من أجل تشغيل الشباب أولا أصحاب هذا المشروع، بالإضافة إلى أنهم يشغلوا معهم ناس مختلفين. ملي جينا في أرض الواقع هذا الشيء ما تحقق منه حتى شي حاجة. أولا الشركة اللي قدمت المشروع واللي كان من المفروض أن وزارة التشغيل ولا نابيك والتجاري وفا بنك خداو الدراسة على هذه الشركة ودراسة الجدول اللي فيها جميع المعطيات أو جميع الضمانات لنجاح هذا المشروع. هذا الشيء مع الأسف ما كانش، وملي جينا في أرض الواقع لتطبيق المشروع لقينا بأن ما كاين منه حتى شي حاجة. المشروع لم يطبق على أرض الواقع، وبالتالي كان عملية نصب ممنهجة وقانونية ومغطى عليها من طرف مسؤولين كبار في هذه الدولة. ولعل كما جاء في كلمات ديال الأساتذة في الدفاع، هو حول المسؤولية ديال والي بنك المغرب، واللي صرح ما مرة بأن مشروع إفلوسي عرف مجموعة من العراقيل
ومشروع الفلوسي وتصريح راه كاين عندنا في الجمعيه تيقول بالحرف بان بغينا نحلوا المشكل الاجتماعي، خليوا المشكل القانوني للدوله. وانا ذاك قلنا له اودي ما كاين مشكل، ارى نحلوا المشكل الاجتماعي وتصرف انت في الجانب المالي القانوني ديالك، لان مشروع الفلوسي كما تنقولوا عرف تهريب الاموال. وهذه نقطه نركز عليها تركيزا كبيرا. من طبيعة الحال هذا نبذة حول المشروع. حنا ملي جينا ودرنا هاد الجمعية ديالنا درنا مجموعة ديال المبادرات درناها ملي كان المشروع مازال ممكن يتعطف، ودرنا مجموعة من الاتفاقات مع الشركة ومع غيرها، ومراسلات لوزارة التشغيل، مراسلات للوزارات المالية، مراسلات البنك المغرب من أجل المراقبة ومن أجل في حينها جينا اليوم وفي عز الأزمة ودرنا اتفاقات ومحاضر مع المسؤولين ولم يراعى في هذه الاتفاقات ولا المحاضر أي شيء، ولعل آخر محضر اللي تكلموا عليه الإخوان الأساتذة هو المحضر ديال 26 ديال 25 26، ومحضر اللي واضح واللي فيه التزام واضح من طرف المسؤولين، من أولهم وزير التشغيل حافظ كمال المدير العام للوكالة الوطنية، ومن طبيعة الحال الراعي الرسمي ديال هذا المحضر هو محمد الكراكي العام للملحق. موراها مباشرة ملي كنجيو نتصلوا بوزارة التشغيل كتقول لنا بالحرف بأنه تم توقيع هذا المحضر على أساس أنكم توقفوا المعركة ديالكم، ماشي على أساس أنه يتحل المشكل. وهذه في حد ذاتها مسألة اللي هي مهمة ومهمة جدا، لأن الموضوع باش نمشيو فيه للقدام وباش يتحل كنجيو كنلقاو المسؤولين كيديروا مناورات من أجل أنهم يخويو الشارع ومن أجل. وهذه من طبيعة الحال يعني مجموعة من الأمور اللي هي تصريحات حتى من وزير التشغيل المدير الديوان ديالو، مجموعة من هذه كاينة أمور متفقة اللي غادي نعلنوا عليها في الحين ديالها، وغادي نعطيو للهيئات الإعلامية والصحفية والمسؤولين والمؤسسات والهيئات المدنية المعطيات كاملة حول الملف، لأن أقول وأقرر هذه واحد القضية وطنية اللي خصنا جميعا نتجنب وراها من أجل إيقاف هذا النزيف. فعلا عندنا الأزمة، فعلا الشباب معطل، فعلا المجازين كيغوتوا في الشارع، فعلا الدكاترة والأطر كيغوتوا في الشارع، ولكن ما هو الجواب الذي تقدم الدولة؟ الجواب الذي تقدم والذي يمكن أن يقدم هو في الحل ديال إنشاء المقاولات أو التشغيل الذاتي. مع الأسف هاد الناس راه كيضربوا هاد الشيء في الصفر. واش مسؤولين كيحلوا الأزمات ولا كيزيدوا يكرسوا الأزمات؟ إذا هذه واحد نبذة عن المشروع بصفة عامة، عن الملف ديالنا. بالإضافة لهذا الشيء هذا، بالنسبة لنا من داخل الجمعية الوطنية لوكلاء الفلوسي الكلية للتعاون، حنا ما غاديش نسكتوا على الحق ديالنا، والإخوان ديالنا المعتقلين ما غاديش نسكتوا عليهم، ومازالين في الجعبة ديالنا ما نقدموا النضالات، ومازالين ما نقدموا التضحيات، ومستعدين نضحيوا بالغالي والنفيس من أجل أولا وقبل كل شيء كما تفضل الأستاذ طارق الصباحي قبل مني إعادة الهيبة ديال هاد الدولة هذه. مع الأسف الشديد أن المسؤولين الكبار في هذه البلاد هما اللي تيهرسوا هذه الدولة، وزير، والي بنك المغرب، عامل صاحب الجلالة، وزيد. هادو مسؤولين مباشرين على الملف، مسؤولين مباشرين على الموضوع، واللي كيزيدوا يكرسوا هذه الأزمة. إذا هذا باختصار شديد يعني الموقف ديالنا والنظرة ديالنا حول الملف، ونطرحوا المجال للأساتذة إلا كان شي تدخل، وإلا كان شي سؤال.